مرحبا، أنا عائشة دورسين. أنا طالبة في السنة الثانية من كلية الطب جامعة باموكالي. تأسس قسمنا في دينيزلي عام 1992 لتخريج الطبيب الممارس العام. نتلقى في السنوات الثلاث الأولى الدروس في العلوم الأساسية مثل علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء قبل العيادة. أما في الصفين الرابع والخامس فهناك دورات تدريبية تطبيقية مثل الجراحة العامة والباطنية، ونعمل كطلبة طب متدربين في الصف السادس. ولدينا مختبرات مثل مختبر الفحص المجهري الموجودين فيه حاليا، ومختبرين حيث يمكننا التعامل مع سوائل الجسم فيهما، ومختبرات المهارات المهنية ومختبرات التشريح. نذهب إلى المستشفى في الصفين الرابع والخامس ونقوم بالتدريب هناك. يمكننا العمل كممارس عام في خدمات الطوارئ وعيادة طبيب الأسرة ومراكز صحة المجتمع، ويمكننا دراسة التخصص ونصبح متخصصين أو نتابع المهنة الأكاديمية بعد التخرج من الكلية. اخترت هذا القسم لأنني كنت مهتما بعمل جسم الإنسان منذ طفولتي وأحب المختبرات. السبب الذي جعلني أفضل جامعة باموكالي هو أن طاقمها الأكاديمي جيد وأن مرافقها المادية كافية. يتم استخدام التدريس المستند إلى البرامج في جامعتنا والذي لا يتم استخدامه في معظم الجامعات، ومع تطبيق هذا البرنامج يمكننا دخول العيادة مبكرا وإجراء المزيد من التواصل الفردي مع أساتذتنا، كما أنني أستفيد كثيرا من معرفة أساتذتي. أخطط للتخصص في فرع سريرين وممارسة مهنة أكاديمية في نفس الوقت بعد التخرج. تعتبر كليتنا كلية فعالة جدا نظرا لوجود محيطها الاجتماعي وتعليمها. إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه الفرص فنحن نرحب بك للانضمام إلينا. أتمنى التوفيق للزملاء الذين سيختارون هذه الجامعة. أوصي جميع المرشحين بالانتساب إلى جامعة باموكالي لأنها جامعة عريقة.